اهلا بحضراتكم مره تانية. سريعا هنروح لليندا عشان تطمنا على حاله الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي ليندا. شكرا يا شاذلي. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الطقس هيكون شديد البروده على الانحاء كافه، هيصل لحد الصقيع على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وشمال الصعيد. النهارده هيكون في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 16 والصغرى بتسجل 8، الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 9، مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 8، سيوة العظمى 15 والصغرى 4، بورسعيد العظمى 15 والصغرى 8، دمياط العظمى 15 والصغرى 7، الإسماعيلية العظمى 16 والصغرى 7، السويس العظمى 16 والصغرى بتسجل 8. هنروح للعريش العظمى فيها 14 والصغرى بتسجل 7، طابق العظمى 10 والصغرى 10، سانت كاترين العظمى 8 والصغرى 0، شرم الشيخ العظمى 18 والصغرى 13، الغردقة العظمى 19 والصغرى 13، الفيوم العظمى 16 والصغرى 3، بني سويف العظمى 16 والصغرى برضو 3، المنيا العظمى 16 والصغرى بتسجل 4. هنروح لأسيوط العظمى فيها 16 والصغرى بتسجل 5، سوهاج العظمى 16 والصغرى كمان 5، قنا العظمى 16 والصغرى 5، الأقصر العظمى 18 والصغرى 7، أسوان العظمى 19 والصغرى 8، الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 7، شلاتين العظمى 22 والصغرى 10، وأخيرا حلايب العظمى 21 والصغرى بتسجل 11. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ريم. بنشكرك يا ريم.